للمزيد من المتابعة بينضم لينا الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أستاذ جمال، أهلا بك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك وتحياتي ليك ولكل المصريين. تحياتي حضرتك يا فندم. السؤال التقليدي، هل مارست حقك الدستوري في اختيار رئيس اليوم أم لا؟ بكل تأكيد ذهبت صباحا يعني في ساعات مبكرة من اليوم، منذ أن بدأت يعني التصويت في اللجنة في 9 صباحا ذهبت وأدليت بصوتي. يعني في الحقيقة هو أنا سؤالي حضرتك شاركت حتى تكون الإجابة على السؤال القادم من أرض الواقع وليس من خلال شاشات التلفزيون. الأستاذ جمال الكشكي عندما نزل للإدلاء بصوته في صناديق الانتخابات، كيف كانت الصورة وكيف رأيتها بعين الصحفي والمتابع؟ طيب يعني الصورة كانت الحقيقة مبهرة ولافتة. يعني كانت يعني في بداية اليوم، ورغم ذلك بشكل حقيقي كان هناك تواجد وكان هناك يعني حضور لافت من مختلف المراحل العمرية من المصريين والناخبين، أطفال، مرأة، شيوخ، شباب، حرص شديد جدا على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية الانتخابية. ويعني أنا تابعت الانتخابات، لو احنا بنتكلم عن انتخابات 2014 تابعناها، 2018 تابعناها، هذه المرة مختلفة وملامحها مختلفة وبشكل حقيقي. هناك رغبة حقيقية تأكد لي أن هناك شيء ما تغير لدى الناخب المصري في أولا الحرص على ممارسة حقه الدستوري، ثانيا منسوب الوعي لدى المصريين ارتفع بالطبع، والدليل حضوره وحرصه على المشاركة أمام اللجان، أو حتى يعني بعيني كصحفي حركة المصريين في الشارع وهم يتوجهون إلى اللجان، يعني سواء اللجنة التي صوتت بها أو لجان أخرى، حيث قمت بجولة داخل يعني وسط البلد ويعني تجولت اتبعت هناك حرص شديد وهرولة ويعني وفود كثيرة جدا تتحرك نحو اللجان. وبالتالي هنا يعني شيء مبهج على انه يعني الوعي المصري اكتمل بشكل حقيقي او ادرك جيدا اهميه هذا الاستحقاق. وايضا هنا يعني المتغيرات التي تحدث من حولنا من المؤكد انها صاغت سواء على المستوى الداخلي او على المستوى الاقليمي والمنطقه. على المستوى الداخلي المواطن المصري وهو يعني لدي يعني نظرة في تاريخ المواطن المصري والناخب المصري والمصريين بشكل عام على مدار الأزمنة، يعني في التوقيت المناسب والتوقيت الصحيح تجدهم يدا واحدة، تجدهم يلتفون حول دولتهم. وبالتالي هنا يعني أيا كان هو يعني رايح يدي مين أو يصوت لمين، لكن الثابت والملمح المشترك أن هناك حرص على المشاركة. رأى المواطن أنه يعني الفترات الماضية يعني تم يعني حدث إنجاز جدا داخل الدولة المصرية على صعيد الاستثمار والاقتصاد والصناعة والزراعة والصحة ويعني والطرق والكباري والكهرباء وغير ذلك وكل هذا. وأدرك أيضا أن المرحلة الجديدة من هذا الاستحقاق هي مرحلة قصف الثمار. وبالتالي هنا قصف الثمار ده معناه أنه الآن يبدأ المستقبل، وبالتالي يبدأ الاستقرار، وبالتالي تؤكد الدولة عافيتها بكل قوة، وبالتالي ينعم المواطن المصري باستقرار دولته بالثمار الذي يقطفها من كل ما حدث. وبالتالي ده على المستوى الداخلي باختصار. أما على المستوى المنطقة العربية والإقليم والعالم، المواطن المصري خد تجربة من 7 أكتوبر 2023 والحرب الإسرائيلية في قطاع غزة وكيف تعاملت الدولة المصرية. المواطن المصري يعني سواء هو لديه قدر كبير من العلم أو قدر بسيط من العلم والسياسة أدرك جيدا أنه المستهدف هو الدولة المصرية في المقام الأول. القضية أبعد من غزة، 1. 2. وده يتطلب إيه؟ يتطلب أنه
الثبات المصري والالتفاف القوي حول الدولة المصرية رقم واحد. رقم اثنين، أدرك أنه هو أمام دولة وابن دولة قوية جدا اتخذت مواقف أمام العالم والإقليم ثابتة وراسخة لا يمكن الحياد عليها. هذه المواقف أولا بتحقق الحفاظ على ثبات الدولة، الأمن القومي المصري، الأمن القومي العربي، الحفاظ على تراب هذا البلد، الاستقرار داخل هذا البلد. يعني انه الموقف المصري عندما اصبح هناك وعي لدى المواطن استاذ جمال بما تتحدث عنه من ثقل مصر السياسي على المستوى الاقليمي والدولي، أصبح عنده أيضا وعي بمسؤوليته في رسم هذه السياسات، إلى أي مدى هذه المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام الانتخابات الرئاسية 2024 تبعث برسالة إلى أهمية مشاركة المواطن المصري الناخب في رسم سياسة دولته؟ هو حقه الدستوري، حقه وجوبي، منحه له الدستور، وبالتالي يجب أن يحافظ عليه وهو يحرص. يعني هذه الساعات الأولى من اليوم الأول للعملية الانتخابية والمشاركة تؤكد أن هناك حرص شديد من المواطن لممارسة حقه الدستوري رقم واحد. رقم اثنين، احنا لازم نفسر في العلوم السياسية مفهوم الدولة. مفهوم الدولة هو ايه؟ يعني أرض وشعب وسلطة. طب الأرض احنا عايشين عليها، والشعب هو اللي بينتخب ويدلو بصوته. يبقى إذا حصة هذا اليوم وهذه الثلاثة أيام وهذا الاستحقاق وحصة المواطن المصري في بناء الدولة، لأنه هنا لابد أن يكون شريك في صناعة القرار، شريك في اختيار من ممثله، شريك من يحمي دولته، من يحمي أسرته، من يحمي أبنائه، من يحمي مستقبل أحفاده. وبالتالي هنا يعني انت كمان لو انت عايز بتطالب على المستوى تقول انا عايز ديمقراطيه، طب هو لازم تشارك. لو عايز تعدديه لازم تشارك، لازم لو تشارك تحافظ على بلدك لازم تشارك، لازم يعني تمارس دورك اللي يعني كفلوا ليك الدستور. الاستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير الاهرام العربي وعضو مجلس امناء الحوار الوطني، انا بشكر حضرتك جدا لوجودك معانا.